بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين 11/10/2021 من مجزر البساتين وبالإشراف على لحوم صكوك الأضاحي، تم اليوم تحميل 11 طن من لحوم صكوك الأضاحي متوجهة إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف بورسعيد 3 طن، مديرية أوقاف الشرقية 2 طن، مديرية أوقاف الإسماعيلية 2 طن، مديرية أوقاف مطروح 2 طن، مديرية أوقاف القليوبية 2 طن. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.